السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي النهاردة بفيديو جديد. إن شاء الله النهاردة الوصفة بتاعتنا تحفة جدا. وصفتنا النهاردة بمكون أساسي جدا، مكون موجود في أي بيت إن شاء الله. الوصفة بتاعتنا لتفتيح البشرة وكمان شد وإزالة التجاعيد اللي بتبقى موجودة حوالين العين حوالين الفم، إن شاء الله بتخلي بشرتك ولا سن 20 سنة بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده بشرتي زي ما هي شايفين صافية وما فيهاش أي تجاعيد بإذن الله. يلا تابعيني لآخر الفيديو عشان تستفادي بالوصفة بتاعتنا إن شاء الله، حلوة جدا جدا وتخلي بشرتك ووشك منور زي القمر بإذن الله. ولو انتي أول مرة تدخلي معايا القناة متنسيش تشتركي معايا وتضغطي على زر الاشتراك وسبسكرايب وكمان تضغطي على الجرس عشان كل فيديوهاتي توصلك إن شاء الله. يلا شوف وصفتنا اوعى تروحوا بعيد. جدا جدا عايزه اقول لك ان الوصفه ديت بتفتح البشره وكمان بتزيل اي تجاعيد زي ما قلنا. بس انا عايزاكي اهم حاجه تهتمي ببشرتك وتشوفي هتغسليها بايه. غسيل البشره ده يا بنات مهم جدا جدا، يعني لازم ان انت تنضفي بشرتك قبل اي ماسك، وكمان لو حاطه اي ميك اب لازم تنضفي بشرتك كويس جدا. انا هقول لكم النهارده على صابون حلو قوي انا استعملته كتير وعجبني، طبعا كلنا عارفين دوف اهو، بس انا عايزاكي تجيبي دوف لبشره ناعمه الملمس. بصوا اهو النوع ده جميل جدا 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 وبيخلي ريحه البشره حلوه وبيخلي ملمس الجلد ناعم قوي. فعشان كده انا عايزاكي لو انتي ما بتستخدميش صابون طبي او جليسرين جيبي صابون الطبي، جيبي صابون دوف ده بس يكون لبشره ملمسها ناعم. تمام، هنغسل بيه بشرتنا قبل ما نعمل ايه الوصفه بتاعتنا دي. وعايزه اقول لك برده لو انتي عندك ديرماويت، عشان في ناس سالتني عن الغسول بتاعي اهو، ده ديرماويت اللي انا بستعمله، حلو قوي قوي للبشره وبينقيها وبيصفي البشره من اي شوائب وبيخلي البشره ملمسها حلو قوي. ماشي خلاص كده احنا قلنا الغسول واهم حاجه ننضف بشرتنا يا بنات، لازم ننضفها كويس قوي. انا هعمل معاكم النهارده بقى وصفه حلوه، الوصفه دي بتعمل تفتيح وبتعمل شد للبشره، يعني بتزيل اي تجاعيد. وهعمل معاكم دلوقتي برضو تقشير حلو قوي، التقشير ده بيكون مره واحده بس في الاسبوع. هستخدم ايه للتقشير؟ هستخدم حبه واحده من الطماطم اهو زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اقطعها كده اهو، هاخد نص واحد بس منها، ومعايا هنا معلقه واحده من السكر اهو، هناخد معلقه من السكر وهبدا اضيفها في الطبق بالشكل ده، وهاخد معايا برضو نص معلقه من النشا او المايوزينا اهو، هناخد نص معلقه بس كفايه قوي اهو على الناشف زي ما احنا كده. كل اللي انا هعمله هعمل ايه بقى، مش عارفه انا ايه الكلب اللي في الشارع ده. بصوا انا كده قلبت النشا اهو مع السكر، مش هضيف عليه اي حاجه. تمام، معايا هنا بقى ايه حبه الطماطم اهي شايفين، هبدا اغمسها كده فيه بالشكل ده، وهاجي بقى على البشره وابدا اعمل تقشير انا اللي هعمله بنفسي اهو، هاجي على البشره كده وابدا بقى اعمل التقشير ده بفرق بحركه يعني بسيطه كده، مش عايزاكي تدعكي قوي. فايده النشا ان هو بيساعد برده على التفتيح، جميل جدا جدا، بيديكي برده ملمس حلو وبيديكي تفتيح حلو قوي برده مع التقشير اللي احنا بنعمله ده. تمام، بتفضلي تعملي كده وتاخدي تاني بالشكل ده لمدة 5 دقايق. هنفضل ندعك في البشرة لحد ما اخلص الكمية اللي انا عاملاها، هي معلقة ونص معلقة. تمام، التقشير ده مهم قوي قوي نعمله مرة واحدة بس في الاسبوع. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا، الوصفة الجميلة قوي اللي بتدينا تفتيح وكمان بتشد البشرة. الوصفة بتاعتنا ان شاء الله هحتاج فيها حاجات بسيطة ومش هتكلفك حاجة خالص. طبعا كلنا عارفين الحليب البودر اللي هو الحليب المجفف اهو، انا بستعمل حليب نيدو، طبعا اللي موجود عندك في اي دولة ممكن تستعمليه. شايفين حليب بودر، معلقة واحدة من الحليب البودر، وهنضيف عليها
معايا هنا زيت لبان الذكر. لبان الذكر روعة جدا جدا في إزالة التجاعيد، يعني وانت عندك اي تجاعيد في البشرة ممكن تاخدي نقطة صغيرة على من يعني على قطعة قطن وتمسحي بيها بشرتك، تحفة جدا جدا. انا دلوقتي هاخد معايا اهو زي ما انتم شايفين لبان الذكر، وزي ما قلت لكم انا بجيب كل الزيوت بتاعتي وكل حاجات العطارة بجيبها من خضر العطار في القاهرة. انا هضيف معلقة الزيت اهي زي ما انتم شايفين كده على الحليب الباودر، تمام. انا بضيف مكونات بسيطة جدا جدا عشان انا مش عايزة اكلفك خالص في الوصفة بتاعتنا دي. معايا هنا برضو زي ما انتم شايفين ماء الورد. ماء الورد هضيف تدريجيا حسب ما اخد القوام اللي انا عايزاه. بس قبل ما اضيف باقي الورد برضو عايزة اقولك ان انا هضيف معلقة واحدة من النشا او الكورن فلاور، لان بيديني تفتيح برضو حلو وبيساعد ان هو يفتح البشرة بسرعة، تمام. هاخد معلقة واحدة مش كبيرة اهي، هضيفها برضو على الحليب البودر، تمام. هبدأ بقى اضيف الماء الورد تدريجي حسب ما يديني القوام اللي انا عايزاه، يعني هحط واقلب كده واشوف القوام اللي انا محتاجاه في الوصفة دي اهو. لا كده لسه، نقلب تاني. انا عايزه القوام معايا يكون عبارة عن كريم عشان هدهن بيه البشرة وعشان اعرف افرده على بشرتي. الشكل ده اهو، هبدأ بقى اقلب كده. انا بقى معايا الكريم اللي انا هستخدمه للبشرة اهو، شايفين مش عايزاه سايل قوي ولا ماسك قوي. كده انا جهزت الوصفة معايا، هبدأ بقى استخدمها ازاي. طبعا على بشرة نظيفة زي ما قلنا لازم نغسل بشرتنا بالصابون الطبي او الجسرين او صابون دوف، ده تحفة جدا جدا. طريقة استخدام الغسول بتاعي اللي انا قلت لك عليه ده، ان انتي بس بترطبي بشرتك بالمية، يعني متمليش بشرتك مية، ترطبيها بس يعني تبلي ايديكي كده وتمسحيها بالمية، وهتاخدي حاجة صغنطوطة جدا على ايديكي وتدعكي بيها بشرتك، تمام، وتسيبيه لمدة 10 دقايق وبعد كده تغسليه. وهنبدأ بقى نفرد البشرة على البشرة بتاعتنا الماسك اللي احنا عملناه ده. بعد ما نضفنا بشرتنا هنفرده ازاي؟ هنحطه على البشرة كده، وهاجي بقى بإيديا كده بحركة دائرية أبدأ أدهن كده اهو، أدهنه بقى كده على بشرتي زي ما انتم شايفين كده، وهفرده على البشرة كلها حتى العنق. يفضل ان انتي برضو تدهنيها عشان تديكي لون موحد، ولو فيها اي تجاعيد بتشدها. في ناس بيبقى عندها تجاعيد في الرقبة اهو، هتدهني بقى حتى تحت العين برضو، ادهني منطقة تحت العين برضو كويس قوي عشان التجاعيد اللي بتبقى موجودة، وحوالين الفم كمان، تمام. وهتبصي تلاقيه بدأ ينشف معاكي شوية على البشرة. اما يبدأ ينشف يعني هياخد تقريبا ربع ساعة. هتبدأي بعد كده بقى ايه تعملي ايه؟ تغسليه. هنغسله طبعا ازاي؟ هنغسله بالمية المية الباردة علشان نسد المسام. بعد كده هكون محضرة مكعبات ماء ورد او مكعبات تلج، ممكن مكعبات خيار، انا عملتها معاكم قبل كده ان احنا بنطحن الخيارة وبنحطها في درج الديب فريزر اللي هو المكعبات، وبنجمدها. وبعد كده ببدأ ان انا استعملها للبشرة، جميلة جدا جدا، بتصفي البشرة برضو وحلوة جدا جدا المكعبات الخيار دي. بس دي كانت الوصفة بتاعتنا، سهلة جدا جدا، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تعملوها وهتشوفي نتيجة كويسة جدا منها. التقشير هيبقى مرة واحدة، متعملوش اكتر من كده علشان ما تجرحيش بشرتك. عايزة اقولك برضو قبل ما اقفل الفيديو انك ممكن تستبدلي زيت لبان الذكر بكبسولات فيتامين اي،
يعني لو انت مش متوفر عندك زيت لبن الذكر ممكن تجيبي فيتامين اي، بتجيبيه من الصيدلية، الشريط ده تقريبا ب10 جنيه. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم، الوصفة حلوة جدا جدا، تفتيح وإزالة تجاعيد إن شاء الله، وشد للجلد وللبشرة. حبيب قلبي، يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، الوصفه جميله جدا، اعملوها وعن تجربه هتستفادوا بيها، جميله جدا جدا، بتخلي البشره صافيه وكمان ما فيهاش اي تجاعيد باذن الله، ان شاء الله تستفادوا بيها. وما تنسوش تحطوا لايكات كتير قوي لجيجي، وكمان اشتركوا معايا في القناه وفي مواقع التواصل الاجتماعي، هسيبها لكم في صندوق الوصف، واستنوني في فيديو جديد، وصفات جديده مع جيجي كل حياتي. باي باي.